يا السلام عليكم. كتصدق ليا ما عرفتش نعس نط لقيت 13 كيلو طار. ما كتعرف داكشي اللي تيجي تجيب واحد كتكون ناعس تيصدق لي. ما عرفتش صراحه ما عرفتش. هاي جايز، هادي هي الكره اللي كنت دويت لكم عليها، قلت لكم فيها 8 ديال الحوايج. يقدر تكون مزيان هنا عيان هنا مزيان هنا عيان هنا مزيان. المهم شوف، وكل وحده كتفيها 3 ديال الكورس ديال العام الجاي. و الكره هادي كنعطى لي الكوتش ديالي هو اللي قال لي نقط من 1 حتى 10 هنا، نقط من 1 حتى 10 هنا، نقط من 1 حتى 10 هنا. قلت ليه كيفاش نقدر نقط راسي نكذب مثلا نقول انا هنا 8 على 10. قال لي لا، الا قدرتي تكون مرتاح وانت كاتب راسك 8 على 10 يكتبها. قلت ليه كيفاش نعرف راسي راني نقطت مزيان؟ قال لي اوكي، بقى تشد شي حاجه وبقى تقول مثلا 1 على 10، 2 على 10، 3 على 10، 4 على 10، المهم بقى تعاودها وبقى تشوف كل رقم واش كيجيك معقول ولا لا. قال لي كاين واحد الرقم هو اللي يجي يقول لك عقلك هو هذا. غنمشي نشرحهم لشي خوان ما فهموش. انا صحتك فهمتي، الصحه ديالك كي داير، واش كتريني ما كترينيش، كتحرك. انا الايموشنز الاحاسيس، واش انت ساخت كعيم ضارب يوميا ولا فرحان وعايش بخير ومطمئن وحمد الله وشكر وما خصك تاخر. والعلاقات، كي دايرين العلاقات في حياتك؟ عندك شي صحاب؟ كي دايرين هاد الصحاب؟ كي داير الطريقه ديال التواصل ديالك؟ واش الطريقه باش كدوي؟ هنا الكارير عند بيزنس، خدام خدام شنو خدام، كي دايره الكارير ديالك؟ عندك شي بيزنس كي غادي؟ خص بالزربه الاخوان الفينانس، يعني شحال عندك في الكونت بونكير من الاخر فهمتي؟ واش عندك الكريديات؟ واش مزير؟ واش فهمتي؟ واش ميسر عليك الله؟ واش هي الفينانس بالضبط؟ تايم، واش عندك الوقت باش تجلس مع عائلتك صحابك داكشي؟ ولا انفيرومنت، فين كتعيش؟ هنا دوله هنا مدينه؟ كي داير داك الوسط فين كتعيش؟ واش شي وسط زوين شي وسط خايب؟ براكه دار فيلا قصر ما عرفتش فهمتي؟ وكل ما قتل واحد بغيتي تنقط واحد على 10 ماشي مشكل، خاص تعاود. مثلا شحال هادي ملي كنت في دواري زي كيف مراكش تقول لي نقط راسك هنايا نقول لك 2 على 10، ملي تزاديت نقط لها 2 على 10. دابا الحمد لله نقدر نقول 7 6 ونص على 10 اكزاكتلي 6 ونص على 10 فهمتي، مع باقي سبيريتشوال فهمتي. يعني يقدر يكون يوغا، يقدر تكون كتمشي تصلي، يقدر فهمتي تكون ميديتيشن، يقدر تكون اي حاجه. شنو كدير وشنو كطمح هذا العام هذا دير؟ فريمون فهمتي، ميديتيشن ولا الصلاه ولا اي حاجه ولا اي جيم كيف ما كان، راه اي حاجه كيف ما كانت فهمتي عندها التاثير ديالها عليك، سواء كانت يوغا سواء ميديتيشن سواء الصلاه. ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، سواء كانت ميديتيشن غادي تحس بالتغيير مع الوقت. اي حاجه، المهم هو خاص دير شي حاجه، المهم هو خاص ما تريحش ما دير والو تبقى دوي بزاف. المهم العام هادي دخل نقط راسك كل وحده، غادي تشوف شنو اللي طايح عندك، شنو اللي طايح فهمتي فهادو، ان فين النقط الجال اللي طايحه خاص تركز عليها، خاص تركز عليها تخليها تحسن، وخاصك تحاول عام على عام تزيد هادشي اللي قلت. على هادي كون جيتي عندي نقول لك انا كيهموني هاد الجوج هادو، هادشي هذا على اخر هيلا وحواد هادشي تيكذبوا عليك. مي ابخي فهمتي لقيت بلي كنرون ابخي، ما عرفتش كيفاش كنت دزت هنا، ما عرفتش بالحظ ولا ما عرفتش فهمتي، والله ما عرفتش كيفاش وصلت لي. ملي وصلت لهنايا وكنت نريح مع شي ناس بزاف اللي خلوني نشوف راه الحياه ماشي غير هاد الجوج هادو، بلي الحياه كبر من هاد الجوج هادو. هادو والو، هادي واحد جزء صغير من الحياه، كاين هنا كاين هنا كاين هنا كاين فهمتي. واللي ترد البال بزاف في الجوانب في الحياه، شنو هاد الخطوط هادو اللي خارجين؟ هاد الخطوط هادو اللي خارجين خارجين مكتوب قدامهم الاهداف ديالي فهمتي. يعني علاش ما كاينلاش غادي نوريهم لكم، كاينلاش تعرفهم يعني فهمتي. سير ديرها حتى نتايا وكتب الاهداف ديالك، وراه معلقه هاد اللعيبه هادي ديما قدامي باي ذا واي، معلقه قدام عينيا. كاين عندي التهادي فهمتي، كتبقى البروغرام ديال النهار كامل شنو كندير، وملصقه في الحيط انا عاودها شويه بشويه وحده بوحده. حاجه كنوض من الناس، ثاني حاجه تندير ميديتيشن 20 دقيقه كنميديتي عاد كيبدا النهار. المانترا مسميها مانترا، واخا ما خاصش تسمى مانترا، ما انا عزيز عليا هاد السميه هادي ديال مانترا فهمتي. كنبقى كنقرا شي حاجه كتبقى كتقولها وكتعاودها فهمتي، باش العقل يبقى مركز عليها. انا دونك تولي كنبقى كنقول الحمد لله الحمد لله الشكر لله الشكر لله فهمتي. فهمتي تقدر تكون 100 200 مره ديال الحمد لله، 300 مره ديال الشكر لله فهمتي. كتشكر احسن شعور فهمتي تكون فيه هو الغراتيتود. العباره كان قالها توني روبنز كتعجبني، تيقول لك ما يمكنش تجمع الخوف مع واحد الشعور ديال الامتنان والشكر فهمتي. يقدر تكون ملحد تقول لي لا انا ملحد ما نحمدش الله ما كنامنش بالله، ما كاين واحد الشعور فهمتي تيحس الملحد واللي متدين وكلشي، واحد الشعور ديال الشكر والامتنان. جوج ديال الحالات ممكن تكون فيها، يا حاس بالشعور والامتنان وراني انا تقول راني انا بخير، يا اما راك خايف من المستقبل وديما مرعوب فهمتي، وديما تتسنى ما عرفتش شنو غادي يجي، ما عرفتش شنو غادي يجي ومخلوع بوحدك واخا ما كاين والو جاي. من وراها كنوض كنغسل وجهي، ومن وراها
كنمشي كنقد الفطور اللي هو تيكون فيه هاي فايبر وهاي بروتين، ومن وراها كنمشي تندير تو دو ليست اللي قبل ما الناس كنت ديجا كنجي تنعاود الريفيزيون ابديت، نشوفو التو دو ليست اش طاري فيها صافي والريفيزيون ابديت ولا كانت خاصها شي حاجه، كندوزو ستارت هاستلينغ فهمتي، كتبدا الحرب والقتال، كتجلس تخدم ما تبقاش تقول لا من هنا كذا، تجلس تخدم صافي الخدمه 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 الخدمه. المهم من وراها كي من ورا ما كان سميتو كنزلو ماش نبعد شويه التليفون لان باش ما تقراش حاجه ديالي، من وراها كنجيو كيكون السبور، ومن ورا السبور كنرجع كناخذ واحد الدوش بارد فهمتي، ماشي غادي تفيق غادي تغوت بكثرة الدوش البارد فهمتي، تجي الوقت ديال العائله والصحاب، وراه شي واحد ماضي واحد لونغلي ماشي هي هذيك، ما غادي نقول من بعد علاش، وانا 30 مينيت فهمتي نقراها، غادي يقول لك بيفور جوينغ تو ذا بيد بيفور جوينغ تو سليب خاصك جوين هنايا نو، من بعد غادي نقول علاه لازم ذوك المضافاكرز اللي كتشير ليه القمر و تيقول لك صبعك راه صغير كاينين فهمتي، تجي يقول لك راه خاصك هنايا تو ستادي فور 30 مينيت بيفور جوينغ تو ذا بيد فاك يو. المهم من بعد غادي نقول علاه سليب ايرلي الناس بكري، علاش خاص تستعمل شي حاجه بسيطه اللي غادي تفكرك في داكشي اللي سميتو، ما خاصش تستعمل شي جمل طويله، ولكن من الاحسن هي جوج بحال ويك اب ميديتيت مانترا واش ماي فيس فهمتي، اير واش فيس بلاش ماي فيس دونت يوز كتب اقل حاجه اللي تقدر توصل لك الفكره، ما تبقاش تكتب شي حاجه طويله اللي انت ما كتكتبش انشاء تكتب جمله كامله، لا كتب اقل حاجه فهمتي، حيد ماي حيد اند جوين حيد اي حاجه شي حاجه لا تقرا بالزربه توصل لك الفكر. وهذا هو البيت فاش كندير اللايف، وشحال مره تقول لنا البيت ديالك نو الساط هاد الجا كامله عامره بشي حوايج كيخصوني انايا، الجا كامله عامره بشي حوايج كيخصوني انايا، والجا قدامي كامله عامره بشي حوايج كيخصوني انايا. اوكي غادي نوريكم واحد الحاجه اخرى فهمتي، واحد الخطاط عندي زوينه هي صراحه صاحبي، هو ماشي ديالي انا، ديال واحد الدري صاحبي وعجبتني وكتبتها عندي في الحيط فهمتي، داكشي واعر ديال صراحه ديال الدري صاحبي وبالمناسبه كان واحد الكورس ديالو هو اللي وراه عليه، ديال الا بغيتي تنجح في اي مجال في اي حاجه في اي لعيبه هادي اللي خاصك، وفريمون ما عمرك ديما كندير هادشي، ديما كنت كندير حياتي كامله هادشي، ولكن ما عمرني كنت عارف راني كندير هادشي في حياتي كامله، ديما هادشي هو اللي كان فهمتي، ولكن ما عمرني كنت عارف راسي راني كنديرو الكوتش ديالو فهمتي، عطاها هادشي فريمون قلت ليه بزاف خص بالزربه هنايا الاولانيه علاش باغي توصل، علاش مهمه، الا ما كانش علاش يسير تنعس حسن لك فهمتي، اجي تبدل ديك العقليه ديالك هي الاولى، شانجو ريميتينغ بيليف، ما يمكنش نديرها لا ماشي ديالي لا ما اجيش تصدق ليا لا صدقات ليهم انا، ما يمكنش اجي تشوف شي استراتيجي فهمتي، يعني كيفاش شي استراتيجي اللي خدامه باش توصل لذاك الهدف ياك، من وراها غادي دوز ماسيف انتيليجنت اكشن، الخدمه اللي ديما كنفرع لكم بها راسكم، الخدمه كاين جوج الحالات، يا توصل يا تفشل، في حاله فشلتي كاين تمشي فحالك فهمتي، وهادو هما النوع اللي ملي كتمشي فحالك جامي تنجح، ما بقاش عندك امل باش تنجح، ولا كاين الناس كتبقى كدير نفس الحاجه حتى هي كتبقى كتضيع وقتها كتسنى شي امل لا على وعسى شي حاجه طرا، واهم حاجه خاصك القضيه الصحيحه هي خاص تمشي تشونجي استراتيجي، الا طرا المشكل خاص تمشي تشونجي في الاستراتيجي، ماشي غادي تشونجي المجال، ماشي غادي تقول بغيت نبدا الريسكين باش ندخل الفلوس ها الاستراتيجي اللي غادي نخدم كذا، لا صبر غادي نبدل فاك يو اوكي، كنت غادي نبدا الريسكين لان ما عنديش راس المال، دابا غادي نبدلو غادي نبدا سي جي شوبيفاي لا ما صدقش ليا شوبيفاي بدل عاوتاني المجال، ما خاصش الا اختاريتي شي مجال واحد وقلتي علاش اختاريتيه ما خاصش تبدل، خاصك تبدل الاستراتيجي ماشي خاص تبدل المجال كامل، والمجال ديجا اختاريتيه بناء على علاش اختاريتي هذا المجال هذا، كاين جوج لعيبات باش تشونجي الاستراتيجي فهمتي، باش تبدل الاستراتيجي، هادشي اللي درتي واش ممكن ديرو بشي طريقه مختلفه، ولا داكشي اللي درتي ديجا واش طرا شي مشكل وممكن تعلم منه شي حاجه، صاو كتعاود ترجع عاوتاني وتبقى غادي دير شي طريقه مختلفه، ولا داكشي تبان لك تعلمتي منه شي درس وتعاود عاوتاني، مثلا لحتي 30 ابليكاسيون بانوا لك واحد ثلاثه اللي تمشاو، علاش دوك ثلاثه تمشاو على حقيقه جاو فواحد النيتش، كتاخذ داك النيتش كترجع صافي كتركز فيه، صافي استراتيجي ولات عندك استراتيجي ديالك اللي وصلتي لها انك تعلمتي من الاخطاء ديالك. اوكي كاين لوكا الثاني لو احتاجتي اربعه ديال الالعاب في مجال واحد، اوكي علاش ما تجربش لي زابليكاسيون ماشي لي جو، علاش ما تجربش هاد النيتش هذا مثلا ديال الرام بوستر، علاش ما تجربش النيتش ديال الانتي فايروس واخا صعيب، علاش ما تجربش، علاش في الخطاطة ديال الدري صاحبي هي ما كايناش شي حاجه سميتها الفاشل، كاين اونلي فيدباك، يعني ملي كطرى لك شي ملي كت
تفشل كاين يعني باش تتعلم واحد الحاجه، كاين واحد المردوديه خاص فهمتي، كاين شي حاجه كترجع ليك باش تعاود تاخذ المرحله. ديك الطريقه الوحيده باش تفشل هي تمشي في حالك، ما كاينش شي حاجه سميتها الفشل، ولكن الطريقه الوحيده باش تفشل هي تمشي في حالك. صافي ملي كتقول صافي انا ما بقاش بان لي في هذا الشيء، اوكي حكمتي على راسك بالاعدام، ضل في راسك العود، دفنتي راسك. وهاد الاخره هادي حتى هي مهمه، عاد رجع لها هادي فهمتي. الا كنتي كترياكسيوني صافي كتفقد الكونفيدنس ديالك، كتفقد الثقه في النفس ديالك. خاص ديما تبقى هادي وما تعصبش، خسرات هادي نعاودو نقدوها، ما دارش هادي اجي نعاودو نديروها. وغير القصه ديال النجاح 80% ديال النجاح هي واي علاش، ولا بغيتي هاد علاش راه طويله وفي درت عليها فيديو، سير اليوتيوب كتب سيمو لايف علاش بالعربيه، سيمو لايف علاش لا لام الالف. هذا ما كان ورا الحيطه عندي كاملين عامرين، ساعه اخرى ان شاء الله. وما عرفتش ما عرفتش فما عرفتش ما عرفتش والله ما نقولش لي كنشارك زعما كاع هادشي اللي عندي في الحيوطه. التلخيص ديال كاع الكتوبه كاملين اللي قريت عندي في الحيوطه هادي لهادي حتى هادي زوينه. هذا سيدي 2018 اللي باقي شحال من واحد ما عرف حتى راسو اش يدير فيها. 2018 قاعد ليامات هادي انا ديجا شاري هاد لي زيفينمون كاملين باش نحضر ليهم. شهر مارس 24 25 عندي واحد ليفين، وعندي واحد الميتينغ بيرسونال ميتينغ مع برايان تريسي والمينتور ديالو اللي هو المينتور ديالي. نريحو واحد البرين ستورمينغ خفيف ظريف. ديسمبر 2018 ديسمبر 2018 العام الجاي العود، العام الجاي ان شاء الله الا بقينا حيين. جاك كانفيلد، جاك كانفيلد غني عن التعريف، الا بغيتي نقلب عليه شكون هو جاك كانفيلد غادي نحضر ليه، غادي نحضر ليه واحد ليفينمون ديالو. هذا 2018 جاك كانفيلد غادي يكون عندي مع حتى واحد الجلسه هو واحد شي ناس فهمتي، برايفت ميتينغ حتى هو يا كيما قلت جاك كانفيلد بزاف داك السيد بزاف غني على انا باغي نولي كوتش. صافي عندي واحد الكوتش ترينينغ نهار 18 19 20، نهار 22 23 24، من واحد من احسن اللي كوتش في العالم، ماشي واحد هما خمسه ديال احسن اللي كوتش في العالم باغي نتعلم عليه تيوم. هاد لي ديجا مخلص على هاد لي داتش، هادو ديجا مخلص. وراه 2018 بحال واحد المادا فكر كندوي معاه وريتو هاد الشيء وقال لي وساط ولا مت غادي نتي معايا اصلا الفلوس مزيان ملي خلصناهم اللهم يستافدوا بهم هما غادي نموت الا متش. ليفينمون هذا حتى هو في فبراير 22 24، عندي واحد الكونفليكت ما بين هذا وهذا الفانل هاكينغ وبراين تريسي ميتينغ، غادي نشوف لها شي حل. هذا ديجا حتى هو خالص، هذا في لاس فيغاس في امريكا، خصني نكون في هاد لاطات هادي في لاس. يا توني روبنز الحاج، توني روبنز غني عن التعريف في امريكا مارش 10 و15، خصني نكون تما ان شاء الله. وفانل هاكينغ في اورلاندو في فلوريدا ان شاء الله في امريكا حتى هو مارش 21 24. عندي واحد الكونفليكت ما بين هاد ليفينمون هذا اللي ديجا مخلصو وهذا اللي ديجا مخلصو، لان هذا تشوفو 24 وهذا حتى هو دي سالي 24 وهذا دي بدا 24، وهذا راه في ميريكان وهذا في سنغافور. ديجا دويت معاهم قلت لهم انا ما مسوقش نحضر ليفينمون فهمتي، براين تريسي راه ديجا كنعرفو، باغي نجي نتلاقى به، يكفي داك الميتينغ برايفت ميتينغ معاه يكفي، ما باغيش نشوف نسمع السبيتش ديالو، ومن بعد غادي دار الفيديو ديالو وغادي نسمع. حتى نهار 25 نوصل لسنغافور في الليل ونتلاقى بهم ان شاء الله الا كتب الله وباقيين الحياه. وفي مارش شهر هنايا شهر 3 نهار 3 واحد الايفنت مجموعه فيه لي مليونير. شهر 6 عاوتاني نفس ليفينمون واحد الايفنت تاعو كيتجمعوا فيه المليونيرز ديال امازون اكزاكتلي بلا ماشي ديال اي مجال، اللي داروا ال 1 مليون دولار في 2017 في امازون، ملي مجموعين في جوج ديال لي دات هادو. هو جوج ديال لي زيفينمون راهما 1 سبتمبر اكتوبر ديال تولي ان ال بي براكتيشنر، حتى هما مخلص ديجا باش نمشي نحضر. والحفله ديال راس العام ديال السنه الجايه ان شاء الله مجموعين فيها الطوب ديال الطوب ديال الطوب ان شاء الله الا طول الله العمر. هاد الحفله هادي مجموعين فيها الطوب ديال الطوب، ديجا تصيفطوا لي زانفيتاسيون من هاد العام هذا، والحمد لله واحد من الناس اللي غادي يكونوا حاضرين. وديك الساعه نصور كاينه الملكه ديال جمال العالم، كاين ماشي بوحدها، تصورت مع الملكه ديال العالم كاملين ان شاء الله، تصورت مع ناتالي غليبوفا حتى هي حاضره، تصورت كاين شي لعبه ديال التنس حتى هما تبارك الله حاضرين، كاين لوط اوف مليونيرز تاعهم ان شاء الله غادي يكونوا حاضرين، بزاف ديال الكوتشز بزاف ديال التنميه البشريه تاعهم حاضرين. العام اللي شفتي تما ديز عليه شي شهرين، اقسم بالله الا اللي نقسم بالله على شي شهر ونص صوم كتب تمايا، وشحال هادي شريت التيكيتات وهادشي كامل اللي قريتي
ماي وديسمبر العام الجاي داكشي هذاكشي كامل العام الجاي ماشي هذا العام هادشي العام الجاي دوك لي زيفنت كاملين اللي تمايا تكون مصروفه فيهم واحد 50 مليون مغربيه كلشي في 2018 اشنو درتي العاود ديال 2018 اشنو غادي رجعوتي لنفس السياسه ديال صدقات ليها العاود انا راني نعس تونط لقيتهم كتبوا لي داكشي وقطعوا لي ناس تونط لقيتهم كتبوا لي داكشي وقطعوا لي التيكيتات وقالوا لي والله حتى تمشي وكنقول لهم لا والله عافاك وما باغيش نمشي يقول لي والله جيت تصدق والله والله حتى تمشي معانا لهم يا ود انا راني ماشي قدك وماشي في المستوى لا والله حتى تمشي معانا ان شاء الله وجرجروني اما كاينه هادي لاحظ بعض الاخوان هو ديك الكتبه راه كاينه من تحتها فارغ عاد تحتها واحد الكتبه اخرى هذيك الكتبه انا اللي مسحتها بزاف ديال لي زيفينمون مسحتهم كانوا في الاخر كاع المهم ما بغاش نبين راني حاضر فيهم ما يمكنش تفرش وراق كاملين سير دوك لي زيفينمون الصغار ما كنكتبهمش افيليت وورد ايزيا العام الجاي في بانكوك ما مكتوبش تمايا عرب افيليت ساميت بالمناسبه يكون في المغرب حتى هو مكتوبش تمايا واحد ليفينمون غادي تنظموا واحد الشركه حتى هو في المغرب ما مكتوبش تما داكشي فهمتي تيبان ليا صغيور ما كتبوش تما هادشي اللي شفتي ديالي انايا على 2018 الا وريتك شي دراري صحابي شنو بلاني فين 2018 وكيفاش بلاني فين غادي تخلع وانت العاود في الاخر غادي تجي تقول صدقات اليوم العاود وسير جمع راسك هادشي اللي غادي نقول لك هاد العباره مكتوبه في الحيط ديالي الحيوطه كاملين مكتوبين the future belongs to those who prepare for it today الفيوتشر ديال الناس اللي كيوجدوا ليه اليوم المستقبل شكون هما ديال من ديال الناس اللي كيوجدوا ليه من اليوم بغينا على ندير هاد الفيديوهات هاد واد الصداع هذا كامل فغينا على نقول لك نوض تخدم ولا نصدع لك راسك ولا نقول لك وتحرك وكتا فهمتي فغينا على هذا الشيء كامل وفريمون بعض المرات كنتساءل علاش كندير هاد الفيديوهات هادو ولكن كان عندي قول واحد من شحال هاد هو ديك البقعة اللي سميتها المغرب تحرك والحمد لله راه تحركت لحقاش دابا كدو مع اي ماركتر امريكاني شركه امريكيه شركه كيف ما كانت في المجال ديال الانترنت كتقول ليه موروكو واه شنو طاري في ديك البلاد اصاحبي راه بزاف ديال الناس مشيين عندنا من المغرب وكيديروا سام بيغ نمبرز تيديروا ارقام كبيره باي بال دواو معايا فهمتي قال لك المغاربه راه بزاف هادشي اللي طاري في المغرب راه بزاف فيسبوك كاين واحد لاكونت مانجر مغربي تيقول لك المغاربه راه بزاف داكشي اللي ولاو كيصرفوا المغاربه في فيسبوك راه بزاف يعني علاش غادي تصرفوا فيسبوك في نظرك تيحبوا لا في سبيل الله لا صاحبي تحركوا الدراري ما بغيتكش حتى انت تبقى المهم السوق كبير بزاف وبغيت فهمتي المغرب بغيت المغاربه فهمتي بغيتهم يديروا والحمد لله ولاو باغيهم يزيدوا كثروا فهمتي لان باقي السوق كبير وخاصنا ناخذوا منه حقنا وخاص داك المغربي يولي فهمتي بحال مثلث برمودا ديال الدولار والاورو فهمتي تيبان الدولار تيتجر هاك وكيتجر مع السلوكه ديال الانترنت جاي للمغرب والاورو جاي والله فهمتي هادو هي الهدف اللي كان عندي من النهار الاول وكنشوفو كيطير وباقي غادي يزيد وفين هي هي متى معلم كطلع كتقول في 2010 و2011 الربح من الانترنت يقول لك بنادم العاد والله يوحليك واحد القضيه اللي اليوم الى دابا باقي كنتفكرها كنضحك هي وكون كان ربح في الانترنت وربحت هادي تجي تقولها لينا ماليش المهم الدراري تبارك الله عليكم غادي نمشي الناس دابا 12 قل القسم ديال الليل غادي نمشي الناس باش غدا عاوتاني تو دو ليست ديجا كتبتها الامور كامله مقاده عاد درت هاد الفيديوهات هادو غادي نمشي في حالي الناس باش غدا عاوتاني نوض مع 7 الصباح ونبدا هاد ستوريز اللي درت في جوج السيمانات اللي فاتوا هما اللي غادي يخصوك في حياتك كامله وخصك معاهم واحد الحاجه اللي منك ستوريز مزيانين مي واحد الحاجه راه عليك انت اللي كتقرر خصك الالتزام والخدمه واش تخدم واش تلتزم انت قرر اخويا انت غادي تعرف حسن منه.